Salam alaikum, vous nous parlez d'une future structure conditionnelle alternative. Donc, la structure conditionnelle alternative, c'est la séquence de la structure de contrôle de base. La séquence de l'étape le module algorithmique et programmation de l'étape les structures. La première, il y a la structure conditionnelle alternative. La deuxième, il y a la structure conditionnelle à choix multiple. La première structure, il y a la structure conditionnelle alternative. La structure conditionnelle alternative, il y a l'activité. Donc, l'activité, il y a un problème, le WADA. Supposons que vous êtes dans une télépotique et que vous voulez parler avec votre ami. Quel est l'algorithme décrivant les étapes à suivre pour passer cet appel? أو لادين نرفع السماعة ديال الهاتف من بعد انسيري لي بيس نيسيسير يعني غادي ندخل الفلوس اللي غادي نحتاجهم في هذا الاتصال من بعد كومبوزي لو نيميرو ديزيري غادي نركب الرقم اللي غادي نتصل به من بعد كومونيكي غادي نتواصل مع الشخص اللي غادي نتصل به في الاخر raccrocher une radio portable et tesla donc à demain le marahil ou les inscriptions les cadres de l'iron head 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 nous tardons nous allons même algorithme ou à laquelle radio zido head head la condition des lois reprenons le même algorithme et supposons que dans le cas où le nombre de chiffres tapés n'est pas valide on doit recomposer le numéro correct sinon on attend que votre ولكن notre ami répond. Donc, هذه الحالة هذه غادي يزيد واحد la condition اللي هي أننا نفترضوا أن ذاك الرقم اللي غادي نتصلوا به ديالك الصديق اللي غادي نتصلوا به ما كتبناهش كامل مثلا كتبت هو نورمال مقسم كتب 10 ديال الأرقام أنا كتبت غير 9 ديال الأرقام أو لا زدت أكثر من 10 الأرقام مثلا 11 رقم دونك في هذه الحالة راني كتبت الرقم خاطئ في هذه الحالة شنو غادي نزيدوا غادي نزيد واحد la condition يعني جوج ديال لي كونديسيون دونك غادي نخليو نفس الألغوريزم غير هنا غادي نزيد واحد لي كونديسيون اللي هما سي لو نومبر دو شيفر طابي كما كتلاحظوا عندي هنا زدت هاد لا كونديسيون سي يعني الشرط سي لو نومبر دو شيفر طابي ني با فاليد يعني اذا كانوا الارقام اللي كتبتهم ماشي صحاح الوغ اذا ريكومبوزي لو نيميرو دو كوريكت يعني غادي يطلب مني نعاود نكتب هاد الرقم بطريقه صحيحه سينون دونك سينون يعني سينون شنو كنقصدو بسينون يعني العكس ديال سي الاولى الشرط الاول انه يكونوا الارقام خاطئين يعني ما كتبتهمش كاملين العكس ديال ان ما نكتبوهمش كاملين هو انني نكتبوهم صحاح يعني غادي نكتب 10 ديال الارقام العكس ديالها هي سينون في هذه الحاله هذه ملي غادي نكتب 10 ديال الارقام في الحاله الاتصال غادي يكون صحيح وفي الاخر كان ديال فانسي دونك هادشي غادي نشرحو من بعد دونك اذا دخلت الرقم صحيح هي اللي كاينه في سينو غادي نتصل كومونيكي افيك فوتر امي من بعد رابروشي دونك في هاد لا ستركتور كونديسيونيل الترناتيف دونك شنو هي لا ستركتور الترناتيف ولا كونديسيونيل الترناتيف بيرمي ديكزيكوتي تيل انستركسيون و تيل زوتر en fonction de réponse à des conditions. Il y a une structure conditionnelle alternative qui va nous exécuter une série des instructions, une série des étapes. Elle est conditions. Il faut qu'on juge les conditions, il faut qu'on teste les conditions. مال يعني هاي ديال لي كونديسيون يعني شحال مثلا ديال لي كونديسيون نقدر نستعمل هاد لا ستركتور كونديسيونيل الترناتيف دونك فورما جينيرال عندنا اربعه ديال الحالات ثلاثه الحالات الاولى كتسمى الترناتيف سامبل شنو هي الترناتيف سامبل يعني فيها كونديسيون وحده فيها شرط واحد
ندير سي كنكتب الشرط ديالي لا كونديسيون الوغ اذا وكنكتب الجواب ديال لا كونديسيون دونك مثال écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si ce nombre est positif. يعني في هذا الالغوريثم هذا غادي ندخلو غادي نكتب واحد الرقم ومن بعد هذا الالغوريثم غادي 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 فيريفي واش هذا الرقم اللي دخلته موجب فقط يعني غادي فيريفي واش غير واش موجب يعني كاينه كونديسيون خدا لا كونديسيون شنو هي غادي تكون سي nombre supérieur strictement à 0 ou strictement supérieur ou égal à 0 هنا غادي نكتب écrire positif يعني غادي افيشي واحد الميساج ديك الميساج غادي نكتبو فهاد انستركسيون يعني غادي نكتب écrire entre parenthèses entre guillemets positif فانسي ديما شحال ما عملت ديال سي ضروري ما نديروهم فانسي يعني شنو كنقصدو بهاد فانسي يعني نهايه ديال لا كونديسيون كاين دوزيام فورما هي alternative complète كيكون فيها جوج ديال لي كونديسيون الاولى alternative simple فيها كونديسيون تا اما الثانيه اللي سميتها alternative complète فيها جوج ديال لي كونديسيون لا بروميير هي لا كونديسيون سي ولا دوزيام هي سينون مثال اكزامبل Donc, écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif. يعني غادي نكتب واحد الالغوريثم اللي كيخبرنا بان هذا الرقم اللي غادي نكتبو واش هذا الرقم موجب او لا سالب يعني جوج الحالات اما داك الرقم غادي يكون اكبر او يساوي صفر او لا اصغر قطعا من صفر دونك كيفاش غادي نكتب هذا الرقم هذا الالغوريثم غادي نكتب si n ou le nombre supérieur ou égal à كبر او يساوي صفر هنا غادي نكتب entre faire inscription 1 غادي نكتب écrire يعني غادي افشي داك الميساج entre parenthèses entre guillemets غادي نكتب هنا positif sinon شنو كنقصدو sinon يعني العكس ديال لا كونديسيون اللي غادي نكتب هنا كونديسيون العكس ديالها العكس ديالها هو انا كتبت اكبر او يساوي يعني العكس ديالها هو اصغر قطعا يعني اذا ما تحققش هذا الشرط الاول يعني غادي يدوز مباشره الشرط الثاني اذا ما تحققش الشرط الاول راه ما غاديش تدخل انسكريبسيون 1 غادي يدوز اوتوماتيكمون بار دي اوتوماتيكمون غادي يدوز للانسكريبسيون الثانيه اللي هي سينون وهنا غادي افيشي ايكريغ اونتر بارونتيز اونتر غيومي نيجاتيف هذا بالنسبه لا ستركتور الثانيه La structure delta, il y a l'alternative imbriquée, alternative imbriquée, il y a une qui connaît zéro les conditions. Delta alpha. L'oula, il fait la condition que la quatrième alternative simple, tenir quatrième alternative complète, ou il fait la quatrième les conditions. Femme à faute, quatrième alternative complète, imbriquée. دونك شنو هي الالتيرناتيف كون ان بري كي مثلا لاحظتوا معايا هنايا عندي سي لا كونديسيون الاولى هنا غادي تكون لا ريبونس ديال يعني هنا غادي نكتب لانسكريبسيون ديالها سينو يعني العكس ديال لا كونديسيون الاولى شنو خص منها خص منها جوج ديال لي كونديسيون كونديسيون جوج اي هي اللي غتكون فيها لانسكريبسيون الثانيه اذا ما تحققش اذا ما تحققتش هاد لا كونديسيون الثانيه غادي دوز للسينو اللي فيها الانسكريبسيون ثلاثه هادشي غادي نشوفو مع التمارين ان شاء الله اذا لاحظتوا معايا هنا عندي سي راه كاينه فانسي ديالها يعني النهايه ديال هاد لا كونديسيون الثانيه ولا كونديسيون الاولانيه سي ديالها ها هي عندي فانسي ديالها يعني اي حاجه كتكون فانسي سي ضروري ندير لها فانسي مثال Écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif. Pour faire force, on inclut le traitement du cas où le nombre vaut 0. Il y a une limite de la réalité de l'état des conditions. Donc, l'algorithme qui est en train de nous faire un algorithme, on va vérifier si cet algorithme est positif ou او لا منعدم يعني كيساوي صفر نبداو حنا بالحاله الاولى اللي كيساوي صفر حنا غادي ندير سي داك الرقم يعني نومبر يساوي صفر في الكونديسيون الاولى الوغ
اونت هنا فهاد انسكريبسيون غادي نكتب اكخير اونت بارونتيز نومبر نول او صفر. سينو يعني العكس ديال الشرط الاول، العكس ديال الشرط الاول هنا في الاول دابا يساوي صفر. دونك هاد سينو جوج فيها جوج الحالات، اما غادي يكون اصغر من صفر او لا اكبر من صفر قطعا بطبيعه الحال. سينو سي سي يعني هاد الشرط الثاني غادي ندير اما اصغر قطعا من صفر او لا اكبر قطعا من صفر، يعني غادي ندير نومبر اكبر قطعا من صفر لا كونديسيون الثانيه. هنا في هاد لانسكريبسيون جوج غادي نكتب اكخيغ اونتر بارونتيز بوزيتيف، والعكس ديال هاد لا كونديسيون الثانيه هي لا كونديسيون اللي بقات لينا اللي هي اكبر اصغر قطعا. دونك مادام هنا درت اكبر قطعا وفي الاولى يساوي صفر، دونك اوتوماتيكمون الحاله الثالثه غتكون اصغر قطعا، يعني بلا ما نكتبها بلا ما نكتب سي كونديسيون ديالها عاوتاني غادي نكتب سينو مباشره. انسكريبسيون 3 كونديسيون هي في الانسكريبسيون 3 غادي نكتب اكريغ سو نومبر اي نيجاتيف. بطبيعه الحال خصني ندير فانسي ديال سي الثانيه وفانسي ديال سي الاولانيه. دونك هذا بالنسبه للانسكريبسيون الالتيرناتيف امبريكي. دونك من بعد غادي تكتبوا العنوان ديال الدرس اللي هو لا ستركتور دو كونترول دو باز، لو برومي تيتر اللي هو لا ستركتور كونديسيونيل الالتيرناتيف، لا ديفينيسيون ديالها. لا ستركتور كونديسيونيل الالتيرناتيف permet d'exécuter telles instructions ou telles autres en fonction de réponse à des conditions. Format général, on a trois formats. Format simple, alternative complète et alternative imbriquée. Une barre d'une deuxième série d'exercices numéro 2. Donc, la série d'exercices numéro 2, on a travaillé des exercices of Nostrox Kendall et Javelier Home. Donc, faites tabarine lundi matin. Écrire un algorithme permettant de lire la moyenne d'élèves d'un élève et d'afficher. Réussite, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, redoublement dans le cas contraire. Yani, adin ktib wahed l'algorithme li kiqra, yani kitlab menna ndkhlo el mu'addal dial tlmid, el mu'addal l'am, w fmi ghadi ndkhl hadi el mu'addal l'am w ghadi qrah l'algorithme, yani ghadi ytlab menni ندير جوج ديال لي كونديسيون. اذا كان هذا المعدل اكبر او يساوي 10 غادي نافيشي واحد الميساج، غادي نبين واحد الميساج سميتو ريوسيت. اذا ما كانش يعني اكبر او يساوي 10 غادي افيشي واحد الميساج غودوبلومون. دونك في هذه الحاله هذه كيفاش غادي نكتب؟ غادي نكتب الغوريثم، اسم ديال الغوريثم هو موين الف، لي فاريابل اللي غادي نحتاجهم هو فاريابل وحده اللي هي موين، غادي نرمز لها موي داك او ام او ايغريد. لو تيب ديالها يعني هاد لا موين غادي يكون رقم عشري بطبيعه الحال، رقم حقيقي بالفاصله دونك ريال. غادي نكتب ديبي بين ديبي اي فان، غادي نكتب ثلاثه غادي نكتب لي انسكريبسيون. دونك اول انسكريبسيون غادي نطلب منه يدخل لا موين، دونك اكخيغ اونتر بارونتيز اي اونتر غيومي كما كتشوفوا عندي اونتري لا موين، يعني كنطلب منه يدخل لي لا موين. هاد الميساج هو اللي غادي يبان لي ملي غيدخل هاد لا موين، اللي غادي افيش هاد لا ميساج غادي يطلب منه يدخل لا موين ليغ موي. دونك من بعد غادي ندير لي كونديسيون، سي موين سوبيريور او ايغال يعني اكبر او يساوي 10 غادي افيشي واحد الميساج سميتو ريوسيت او ريوسي. سينون يعني سينون شنو كنقصدو بسينون؟ يعني العكس ديال لا كونديسيون الاولانيه، هنا اكبر او يساوي 10 دونك اوتوماتيكمون لا كونديسيون العكس ديالها هي اصغر قطعا من 10، يعني سينو غادي افيشي واحد الميساج غودوبلومون. وكندير فان سي ديال سي، وفي الاخر كندير فان ديال الالغوريتم ديال ديبي ديال الالغوريتم بطبيعة الحال. هذا التمرين الاول. التمرين الثاني كيطلب منا ايكخيغ ان الالغوريتم كي كالكول لو مونطون ابيي باغ ان كليون لور de l'achat d'un produit en saisissant la quantité achetée et le prix de l'unité. Et il y a l'algorithme qui peut nous dire الثمن الاجمالي المونطون ابي، غادي يطلب منك تسيزي، غادي يطلب منه يسيزي لا كونتيتي يعني الكميه ديال المنتوجات اللي شريتي،
زائد ويطلب منه يدخل البخي دو لونيتي يعني الثمن الوحدة. نعطيكم مثال ما مشيت يعني البقال مثلا شريتي 4 كراتون ديال الحليب دونك غادي يدخل في لا كونتيتي لا كونتي هي 4 لو بري اونيتي ديال لونيتي يعني هو الثمن ديال الكرتون ديال الحليب اللي هو 3 درهم فاصلة 5 دونك غادي يدخل 4 في لا كونتيتي في بري ديال لونيتي غادي يدخل 3.5 لو بري لو مونتو ابي هو 3.5 مضروب في 4 دونك الالغوريثم ديالو هو هذا الالغوريثم لو نو ديال الالغوريثم اولا لو تيتر ديال الالغوريثم هو مونتو ابي اذا لاحظتو كندير دي تيري اونتخ لي مون ما خصنيش ندير بيناتهم اسباس ما خصنيش ندير بيناتهم فراغ داك الفراغ كنعطيه واحد الرمز لي فاريابل كاين كيو هي لا كونتيتي غادي تكون اونتي يعني رقم بدون فاصلة انا دوطخ فاريابل لي هما بي اللي هو البري دي لونيتي يعني الثمن الوحده وعندنا التوتال اللي هو الثمن الاجمالي هادو غادي يكونوا ريال دونك غادي نكتب ديبي يعني بدايه ديال لي انستركسيون لو برومي ميساج اللي غادي يبان هو سيزير لا كونتيتي غادي يطلب مني ندخل الكميه اللي غنشري ديال واحد المنتوج من بعد غادي يقرا داك الكميه اللي غادي نكتبها في الكلافير تقرا هنا لير يو هي لا كونتيتي الميساج الثاني سيزير لو بري دو لونيتي يعني غادي ندخل الثمن ديال الوحده اولا ديال المنتوج اللي غادي نشري مثلا كيما قلت لكم شريت الكراتون ديال الحليب غادي ندخل هنا غادي نكتب غادي يطلبني ندخل الثمن ديال الوحده ماشي ديال التوتال ديالهم اللي هو بي وفي الاخر غادي يحسب توتال غوسوا كيو مضروبه بي هذا الالغوريثم ساهل وفي الاخر غادي افيشي لي الميساج انه شحال غادي نخلص دونك اذا لاحظت هنا درت اكريغ فتحت البارونتيز فتحت غيومي لو مونطو ابي اي داك الشيء اللي كيكون اونتر غيومي كيتافيش كيما كتبتيه دونك لو مونطو ابي اي هو كنسد غيومي كندير فاصله باش نكتب لا فاريابل توتال يعني الشيء اللي غادي يخرج لينا في التوتال هو اللي غادي تافيش في هذا الميساج هذا وندير فان ديال الالغوريثم دونك هنا نفس الالغوريثم اللي خدمناه سابقا غير هو غوبخوندغ لالغوريتم دو ليكزارسيس نيميرو 8 اون اكوردون يعني ليكزارسيس اللي فات سيتي رسمتو 8 رقم 8 اون اكوردون اون ريميز او كليون شاك فوا كو لو مونطو ديباس 500 درهم لا ريميز سورا دو 2% دو مونطو ابي يعني في هذه الحاله هذه غادي نزيد واحد لا كونديسيون شنو هي لا كونديسيون اذا ديباس فات هاد الكليان اللي غادي يشري هاد المنتوجات اذا فات 500 درهم ديال المشتريات غادي تعطى له واحد لا غوميز ديال 2% يعني غادي تعطى له واحد التخفيض ديال 2% الالغوريثم كيبقى هو ميت ما كيتبدلش غير هنا غادي نزيد واحد لا كونديسيون غادي نزيد هاد لا كونديسيون هي هادي سي توتال يعني هاد التوتال هذا المجموع او الثمن اللي غيخلص اذا كان اكبر من 500 الوغ يعني اذا فات 500 غادي نقصوا له 5% يعني التوتال الثمن الجديد كيساوي الثمن القديم اللي هو غوسوا توتال يعني الثمن القديم ناقص التوتال مضروبه بجوج مقسومه على 100 اللي هي 2% الثمن القديم مثلا نعطيكم مثال غادي شريت واحد المنتوج كيسوا 100 درهم مثلا مثال بسيط 100 درهم دونك 100 درهم غادي تكون هنا ناقص 100 مضروبه 2% 100 مضروبه 2% هي 100 مضروبه في 0.02 يعني غادي نقص 2 ديال الدراهم يعني 100 ناقص 2 التوتال الجديد غيكون هو 98 هذا مثال غير باش تفهموا هذه العلاقه اللي عملت هنا فانسي ديال لحقاش عندنا كونديسيون وحده هي هذه دونك في الاخر غادي نافيشي الميساج لو مونطون ابيي اي غادي ندير فيرجول توتال كيما علاش هنا درت هذه ما عملتش الكونديسيون الثانيه يعني العكس ديالو لحقاش هنا نعطيكم مثال هنا اذا كان هاد التوتال مثلا 3 مضروبه في 100 3 لا كونتيتي هي كيو والتخيليتي هو 3 100 هي 300 درهم بغا يجي لهنا سي واش 300 اكبر من 500 دونك هاد الشرط ما كيتحققش اذا ما غاديش يقرا هاد الانسكريبسيون ما غاديش يدخل هاد غيمشي اوتوماتيكمون غادي افيشي الميساج نفترضوا مثلا الثمن هو 100 درهم مضروبة في الكونتيتي مثلا خمس الثمن هو 600 درهم لا كونتي مثلا لا كونتيتي اللي غادي نشري هي 100 بياسه
100 ديال الكونتريبيو، الثمن ديال كل بياسه هي مثلا 6 دراهم، دونك 6 في 100 هي 600. دونك ملي غادي يجي لهنا 600 واش كبيره على 500؟ وي. دونك اذا كانت كبيره على 500 غادي يقرا هاد لا كونديسيون، غادي يدير طبق العلاقه وافيشي في الاخر التوتال النهائي، وفي الاخر كندير فان. التمرين الثالث، اكريغ ان الغوريثم كي دوموند ا لوتيليزاتور ان نومبر ريال اكس اي لانفورم ensuite si ce nombre est positif ou négatif. يعني هذا الالغوريثم اللي غادي نكتب دابا غادي غيطلب منا ندخل واحد الرقم، هذا الرقم اللي غادي ندخلوه اللي غادي نكتبوه غادي يقراه الالغوريثم غادي يفيريفي واش هذا الرقم موجب او لا سالب، وغيافيشي لنا الميساج واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك الالغوريثم اسم ديال الالغوريثم نيجاتيف او لا بوزيتيف، الفاريابل غادي نحتاجو فاريابل وحده هي اكس، لو تيب ديالها غادي يكون ريال، ديبي غنطلب منه يدخل واحد الرقم، اكريغ اونتر بارونتيز اونتر غيومي سيزير ان نومبر ريال، هذا الميساج اللي كنديرو اونتر غيومي كيبان كما هو، ليغ اكس غادي يقرا هذاك لا فاريابل اللي غادي ندخل، سي اكس يعني هذا الرقم هذا اللي غادي نكتبو في الكلافي اذا كان اصغر من صفر، يعني اصغر قطعا من صفر يعني راه هو رقم سالب، يعني غادي افيشي واحد الميساج اللي فيه سو نومبر اي نيجاتيف ماشي بوزيتيف، خصو يكون هنا نيجاتيف العكس نيجاتيف، وهنا غادي تكون بوزيتيف. نعاود هادشي، دونك اذا كانت هاد اكس اصغر قطعا من صفر غادي افيشي لنا واحد الميساج سو نومبر اي نيجاتيف، اذا كان هذا الرقم اكبر يعني سينو هو العكس ديال اكس اصغر من صفر، العكس ديال اكس اصغر من صفر هو اكس اكبر او يساوي صفر، هي سينو سو نومبر اي بوزيتيف، وفان سي ديال سي، وفي الاخر فان ديال الالغوريثم. هذا بالنسبه للالغوريثم ديال نيجاتيف او بوزيتيف. التمرين الرابع، اكريغ ان الغوريثم كي دوموند ا لوتيليزاتور دو نومبر ريال اكس اي غريت Puis il calcule et affiche le minimum de ces deux nombres. يعني غادي نكتب واحد الالغوريثم اللي غيطلب مني ندخل جوج الارقام اللي هما اكس و واي، من بعد غادي يحسب او غادي افيشي غادي افيشي اصغر رقم فيهم، يعني واش اكس هو اللي اصغر رقم او لا واي هو اللي اصغر رقم. دونك الالغوريثم سو مينيموم variable هما x و y début écrire غادي نطلب منو يدخل الرقم الاولاني سيزير ان نومبر ريال x اللي هو ليغ، من بعد غادي يقرا غادي يقرا في الكلافي، يعني ملي كندير ليغ راه كيتسناني ندخل واحد الرقم في الكلافي، من بعد غادي نطلب منو يدخل الرقم الثاني اللي هو سيزير ان نومبر y y غادي يقرا هاد لا فاريابل غادي يدخل ليغ ليغ إكغيك. في هاد الحالة غادي ندير سي إذا كانت إكس أصغر من إكغيك، إذا كانت إكس أصغر من إكغيك ألوغ غادي أفيشي لي واحد الميساج، يعني إكس أصغر من إكغيك غادي أفيشي بأن إكس هي الصغيرة، لو نومبغ درت لاحظتو ما درت واحد يومين او غيومينا باش نافيشي الفاريابل ما خصنيش نديرها اونت غيومي، كندير فاصله اكس فاصله ونفتح غيومي غادي ندير اي لو مينيموم، يعني هذا الرقم اللي هو اكس غاز افيش هنا هو نيت كما كتبتو وغادي يكتب لي لو مين هو لو مينيموم. سينو يعني العكس ديال هذه، هنا عندي جوج الحالات اخرين، يعني هنا اكس اصغر من ايغريك، العكس ديالها غادي يبقاو لي جوج الحالات، اما ايغريك ايغريك اصغر من اكس او لا كيتساواو. دونك سي y اصغر من x alors غادي افيشي واحد الميساج لو نومبر y غادي افيشي كيما هو اي لو مينيموم، سينو يعني اذا كانوا كيتساواو لو نومبر اي ايغال ا y يعني كيتساواو، فان سي ديال سي الثانيه فان سي ديال سي الاولانيه، وكندير فان ديال الالغوريثم. هنا عندي إكخير أن ألغوريثم كي دوموند أ لوتيليزاتور 3 نومبر أونتيير أ ب سي بوي إل كالكول إي أفيش
لو ماكسيموم دو سي 3 نومبر، يعني غادي ندخل غادي نطلب غادي نكتب واحد الالغوريثم غادي يطلب مني ندخل غادي نكتب ثلاثه الارقام اللي هما ا و بي و سي، من بعد كي افيشي لي شكون هو اكبر رقم فيهم. هاد الحاله راه كاين بزاف ديال الطرق باش نكتب هاد الالغوريثم. دونك الالغوريثم سميتو ماكسيموم ماشي مينيموم، ماكسيموم ماكس لي فاريابل هما اكس و ايغريك و زد و زيد واحد لافاق سميتها ماكس. لو تيب ديالهم كلهم هو ريال. اكخيغ سيزيغ ان نومبر اكس غادي يدخل لي اكس، من بعد غادي يقراه. اكخيغ غادي افيشي لي غادي يدخل الرقم الثاني و غادي يقراه لي ايغريك، غادي يدخل الرقم الثالث و غادي يقراه اللي هو زد. هنا غادي نتريتي الحاله الاولى بحال اللي راه عندي زوج ارقام، إذا كانت x أكبر من y يعني max هاد لا فاريابل الثالثة الرابعة اللي زدتها max غصوى x. علاش؟ لأن x هي الكبيرة، يعني مثلا ندير 3 وهنا 2 دونك 3 واش كبيرة على 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 2 وي. دونك x غصوى max غصوى x، يعني max كتاخد لا فالور ديال x. سينو هي العكس ديال هادي. إذا كانت x أكبر، إذا كانت x أصغر من y، دونك في هاد الحالة هادي لا فاريابل ماكس غتاخد القيمة ديال y. من بعد غادي ندير فانسي ديال هاد ديال هاد ديال هاد لا فونكسيون ديال هاد لا كونديسيون، ونجي ندير واحد سي أخرى اللي هي سي إذا كان z أكبر من داك الماكس. يعني هنا مثلا هنا درت 3 جوج، 3 أكبر من جوج، دونك ماكس شنو كتساوينا هي 3. غادي خرج من هاد لا كونديسيون، غادي دوز الكونديسيون الثانية اللي هي سي زد. زد كيشوفها واش كبيرة من ماكس، إذا كانت كبيرة من ماكس يعني ماكس كتاخد لا فالور ديال زد، ما كانت كبيرة ما كيدخلش هاد لا فونكسيون. وفي الآخر غادي نكتب إكخيغ أونتخ بارونتيز لو بلو كغون نومبر إي ماكس، غادي أفيشي لي هاد لا فالور اللي سميتها ماكس. هنا غادي أعطيكم واحد إكزومبل باش تعرفوا طريقة كيفاش كنخدمو بهاد الالغوريتم. إلا كتبتو غادي ندير تيستي الالغوريتم، دونك معرفتش كون سجلتو بالضبط أولا مسجلتوش نهائيا، دونك مسجلتوش بالضبط مسجلتوش. دونك التمرين السابع اللي هو إكخيغ أن ألغوريتم بيغميتون دو سيزيغ 3 نوت sur 20 d'un étudiant calcule sa moyenne et affichant cette moyenne avec la mention très bien à partir de 16, bien entre 14 et 16, assez bien entre 12 et 14, passable entre 10 et 12 et insuffisant entre en dessous de 10. Il y a une fait l'algorithme. ديال واحد التلميذ ملي غندخل ثلاثة النقط غادي يحسب لا موان ديالو. ملي غيحسب لا موان ديالو غادي نشوف لا مونسيون ديالو، يعني لا موان إذا كان النقطة محصورة بأصغر من 10 غادي أفيشي واحد الميساج سميتو انسوفيزون، إذا كانت محصورة بين 10 و 12 غادي أفيشي واحد الميساج باسابل يعني ميزات. دونك هاد الألغوريثم غادي نسميوه موان مونسيون. هادي لي فاريابل هما ان 1 ان 2 ان 3 والمويان اللي هما ان 1 ديال النقطه الاولى، النقطه الثانيه، النقطه الثالثه، ولا مويان لو تيب ديالهم هو هي الاعداد الحقيقيه بالفاصله. ونزيد واحد لا فاريابل اخرى اللي هو هي مونسيون لو تيب ديال الشين دو كاركتر. هاد المونسيون اللي غادي افيشي فيها واش اسي بيان ولا باسابل ولا مويان ولا انسوفيزون ولا تري بيان، يعني الميزات. من بعد غادي نكتب ديبي écrire غادي نطلب منو يدخل النقاط. سيزير لا بروميير نوت غادي يقراها، سيزير لا دوزيام نوت غادي يقراها، سيزير لا تروازيام نوت غادي يقرا لا تروازيام نوت اللي هي ان 3. من بعد غادي يحسب لي لا مويان غوسوا ان 1 بلس ان 2 بلس ان 3 الكل مقسوم على 3، يعني النقطه الاولى زائد النقطه الثانيه زائد النقطه الثالثه الكل مقسوم على 3 اذا افترضنا المعاملات ديالهم كلهم واحد. هنا غادي نزيد دابا غادي نخدم
هذه غادي نستعملوها فيها لا ستركتور كومبلي امبريك. دونك الشرط الاول اذا كان لا مويان اصغر من 10 مزيان. الوغ مونسيون يعني هاد لا فاريابل مونسيون او سوا انسوفيزون يعني هاد مونسيون رجعت تافيكتات فيها انسوفيزون. سينون يعني العكس ديال مويان اصغر من 10، العكس ديال مويان اصغر من 10 هي اكس اكبر او يساوي 10. فوس منا غادي ندير عاوتاني سي مويان اصغر من 12 يعني ابتداء من 10 الى حدود 12 لا مويان لا مونسيون ديالها هي باسابل مقبول. دونك هذه سينون ديال هاد لا فونكسيون ديال هاد لا كونديسيون هي اصغر من 12 يعني سينون ديالها اكبر او يساوي 12. مادام هي اكبر او يساوي 12 غادي نزيد في واحد لا فونكسيون واحد 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 لا كونديسيون اخرى غادي نحصلها يعني من 12 ل 14 غادي تافيش المونسيون افيكتي لو واحد لا فالور اللي هي اسي بيان. من بعد سينون ديال هاد السينون ديال سي ديال مويان اكبر اصغر من 14 يعني من 14 الفوق انا غادي نكتب له سي مويان اصغر من 16 يعني محصوره بين 14 و 16 غادي تافيش المونسيون ديالو بيان. سينون يعني العكس ديال هادو كاملين اللي هو غتبقى لنا اكبر او اكبر من او يساوي 16. هنا في المونسيون غادي تافيشا تري بيان. غادي ندير فانسي ديال سي الاخرانيه، فانسي ديال سي اللي قبل الاخرانيه، فانسي ديال سي مويان اصغر من 12 وفانسي ديال سي اصغر من 10. وغادي افيشي واحد الميساج اللي هو entre guillemets moyen دو بوان غادي افيشي لا فاريابل مويان. غادي نفتح ندير فيرغول بارونتيز غيومي افيك مونسيون افيش المونسيون ديال اللي هي لا فاريابل مونسيون وفي الاخر كندير فان. دونك شويه ديال التركيز وقفوا الالغوريثم، حاولوا تستمعوا له، حاولوا تفهموا الالغوريثم التمرين مزيان، عاد بداو تشوفوا لا ريبونس ديالو، ما تمشوش ديريكتومون لا ريبونس. التمرين ما قبل الاخير اللي هو ايكريغ ان الالغوريثم بيرمي دو ريزو كي بيرمي دو ريزودر une équation de première degré. يعني غادي نكتب واحد الالغوريثم كيحل معادله من الدرجه الاولى. دونك باش نحل هذه المعادله من الدرجه الاولى لي فاريابل هما ا و بي، دونك الفورما لا فورم ديال المعادله من الدرجه الاولى هي ا اكس زائد بي يعني تقدر تكون 3 اكس زائد 5، 10 اكس زائد 6. المهم انا لا فاريابل ا ولا فاريابل بي، دونك هاد لا فاريابل غادي يكونوا ا و بي غادي يكونوا ريال. ديبي يعني غادي نبدا في الانسكريبسيون، غادي نطلب منه يدخل لا فالور دو ا يقراها، غادي نطلب منه يدخل لا فالور دو بي غادي يقراها في الالغوريثم. ومن بعد غادي نشوف لي كونديسيون اللي عندي. انا فاش هادي لي كونديسيون سي اذا كانت ا كتساوي زيرو يعني ا اكس يعني كتساوينا زيرو في هاد الحالة هادي، عندنا جوج ديال الاحتمالات. اذا كانت ا كتساوي زيرو وفي نفس الوقت بي كتساوي زيرو، اذا كانت ا كتساوي زيرو الوغ في نفس الوقت بي كتساوي زيرو في هاد الحالة هادي إكخير أسأبشر في المساج إكواسيون إنديتيرميني يعني كتاخد جميع الحلول. سينو يعني بي كتخالف زيرو، بي كتخالف زيرو يعني أ كتساوي زيرو وسينو ديال هاد سينو ديال هاد بي يعني كتخالف زيرو. أ كتساوي زيرو وبي كتخالف زيرو اللي هي سينو، في الحالة هذه كتكون الحلول إمبوسيبل يعني مجموعة فارغة إكواسيون ما عندك حتى شي حل. غادي ندير فانسي ديال بي وغادي نمشي للسينون، السينون ديال سي الاولانية يعني ا كتساوي زيرو هنا، السينون ديالي هي ا كتخالف صفر هنا، الحل هو اكس كيساوي ناقص بي على ا. هي اللي كنعرفو حنا كاملين. كندير فانسي وكندير فان ديال الالغوريثم هذا بالدرجة الأولى، والمعادلة من الدرجة الثانية لا فورم ديالها هي ا اكس بلس اثنان زائد بي اكس زائد سي يساوي صفر. A يعني تقدر تكون 3، B تقدر تكون 10، C تقدر تكون 6، يعني هادو أرقام حقيقية. دونك تقريبا نفس الطريقة، لي فاريابل هما A و B و C، كنزيد دلتا، دلتا يعني كما كتعرفوا في المعادلة من الدرجة الثانية ضروري ما تكتب دلتا. هنا غادي نكتب ديبيو، غادي نطلب منه يدخل لي فالور ديال A و B و C، دونك ليال A
لير بي لير سي. وهنا غادي ندير الاحتمال الاول، اذا كانت ا كتساوي 0، يعني اذا كانت هاد ا كتساوي 0 يعني كترجع المعادله من الدرجه الاولى. داكشي اللي عملناه مع المعادله من الدرجه الاولى كنعاودوها بلا ما نعاود نشرحو. دونك هذا الاحتمال الاول اذا كانت ا كتساوي ناقص 0. الاحتمال الثاني اذا كانت ا كتخالف 0، اذا كانت ا كتخالف 0 هي السين، يعني ا كتخالف 0 يعني دابا دخلنا في المعادله من الدرجه الثانيه. دونك دلتا ديالها غادي نحسب دلتا اللي هي بي اس 2 ناقص 4 مضروبه في ا مضروبه في سي. دونك بي مضروبه في بي ناقص 4 مضروبه في ا مضروبه في سي. هذا باش نكتبوا دلتا في المعادله من الدرجه الثانيه. دونك الدلتا عندنا ثلاثة احتمالات، إما دلتا أكبر من صفر أو لا كتساوي صفر أو لا أصغر من صفر. سي دلتا أكبر قطعا من صفر. دونك عندنا جوج ديال الحلول إكخيغ لي هما لي سوليسيون. دونك عندنا جوج ديال الحلول لي هما هادو. نكتب واحد المليوني زدتها. دونك جوج الحلول اليوم لي سوليسيون سون. الحل الاول دير في بارونتيز ناقص بي ناقص اس كيو ار تي. هاد اكس اس كيو ار تي هي الجذر المربع. لا قلت كنرمزو له بهذا الرمز هذا اس كيو ار تي اونتر بارونتيز كنديرو دلتا حي. غادي ندير ناقص بي ناقص جذر دلتا الكل مقسوم على جوج مضروبه. هذا الحل الاول اي. والحل الثاني هاد ناقص كنزيد لا زائد. دونك اس كيو ار تي هو هنا نسيت واحد القوس نزيدو. ها هو هنا حتى هو واحد القوس نزيدو. مور فوالا هذا هو البيت. دونك سينون يعني العكس ديال دلتا هنا عندي اكبر من صفر. بقاو جوج ديال الاحتمالات، اما كتساوي صفر واما كتساوي اصغر من صفر. دونك اذا كانت دلتا كتساوي صفر الوغ اكخيغ لا سوليسيون هي ناقص ب مقسومة على جوج مضروبة ا. و الاحتمال الاخراني اللي هو اصغر من صفر با ديفينيسيون ريال. كندير فانسي ديال سي دلتا اللي هي هادي. راه رمز انا حاولت ندير الالوان باش عرفو فانسي ديال كل وحده فيهم. وفي الاخر كندير ف دونك الحصه الماضيه ان شاء الله غادي نشوفو لاسبيكت سوبر لاسبيكت كونديسيونيل فيها شوا ملتيبل. الى الحصه الى الملتقى ان شاء الله.